اللهم إن هذا الدم المحمدي يغلي فينا يا رب العالمين. ما حرمنا في بدر ولا وقفنا في حنين ولا وقفنا مع النبي في مشهد إلا بالأرواح، حرمت أشباحنا ونالت أرواحنا، ولا وقفنا مع أهلهم في صفين، ولا زرنا المدائن مع الحسن، ولا قتلنا مع الحسين في كربلاء، فما حياتنا وما نظرنا وجه فاطمة في الدنيا، فما أعمارنا. اللهم عوضنا بالنظرة إلى قائم آل محمد، والوقوف معه، والأنس به، والصلاة خلفه، والمضي في ركبه، غير مفتونين ولا منافقين، ولا أن نكون ممن يبدلون دينهم ويبيعونه بعرض من الدنيا. وثبتنا يا رب العالمين الثبات الثبات، واجعلنا أولياء صالحين أتقياء أنقياء. وبارك فينا وفي أعمارنا وفي ذرياتنا، لا تجعل فيهم شقيا ولا محروم، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم. اللهم أحب من أحبنا، وامقت من مقتنا، وسالم من سلمنا، وحارب من حاربنا، وخذ من أراد بنا ضرا، فاجعل الأرض له قبرا ولا تفرق عليه صبرا. خذه من بين يديه ومن خلفه، خذه في ذاته وفي صفاته وفي حياته، ودل عزرائيل على عنوان، وأعمي شيطانه بشيطانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنير بها الأكواب. آمين.